الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق الشبين بتاريخ 11/5/2023، نعرفكم على أسعار العجول اللحم. اللهم صل على النبي. ازيك يا معلم؟ نورم عليك يا غالي. الحمد لله. السعر اللي ماشي كام النهاردة كده في الجاموس؟ 120 و125. اللهم صل على النبي. أنا حاجة من جوه. أسأل يا عسل. يعني العجل مع حضرتك دي عملوا كام فلوس ان شاء الله النهارده كده؟ والله على الله لسه حاضر، بس انا شايف السوق فاضي النهارده كده خالص. الموسم بقى بالنسبه يعني في حدود كام كده؟ 55,000. الله يرزقك، الله يرزقك ويرزق كل من كان. يا جماعه السوق ما فيش بهيم اساسا. السلام عليكم. السلام. ازيك يا غالي؟ اخبار مالك ايه؟ سن طيب. العجل ما حضرتك ده عامل كام النهارده كده؟ والله الكلام فيه 47 48. 47 48 ألف. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ السعر اللي ماشي كام؟ انت زيهم تخربوا الدنيا وملايين الفلاحين عينه ولحمه ما بينباعش. غلا واللحمه ما بينباعش. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ عم مليجي. السعر اللي ماشي 125؟ بيقولوا. انت مربي يعني جاي تشوف الوضع السوق ايه؟ يعني هم بيقولوا هنا 125 بس مفيش بهاء. البقر 140. البقر 140 النهارده رسمي، بس النهارده مفيش بهاء خالص كده ليه؟ معلم حنكشر. ايه يا حنكش؟ السلام عليكم. عامل كام العجل ده بالصنعة يا شيخ؟ نعم يا معلم. عامل فلوس قد ايه بالصنعة يا شيخ؟ رزقه بقى فوق 70,000. انا كنت اقول لك 70 والله. 70,100. 70,100. السعر اللي ماشي كام النهارده؟ 120 جنيه. والجو البقر؟ البقر وصلت من 135 ل 140 حسب البضاعة. يعني من 135 ل 140. يعني اللي من دمك شكله كده هيجيب العد ال 150. لا العيد 150 ان شاء الله. ممكن يعدي الله اعلم. ها؟ ممكن يعدي. والله اعلم. الله اعلم. كل عجل حسب كل موازينها على حسب. كل عجل حسب لحمته. كل بضاعة على حسب موازينها. كل عجل حسب ميزانه. بس في اسعار ياما لسه. لا في سعر. العلف غالي. العلف غالي. بس انا مش شايف بهايم في السوق النهارده خالص. مفيش بهايم، الجو خفيف. الجو خفيف خفيف. الجو خفيف. عجل التخين مش موجود اصلا. مش موجود. ده شادع معاك اهو. الراجل ده محترم بيجيب من الاخر. الناس تعرف الاسعار. التجار يعني مش عاوزين الناس تعرف الاسعار. ازيك يا معلم؟ بتاعك على طول. التجار مش عاوزين الناس تعرف الاسعار. الريف المصري. اصل الريف المصري ان شاء الله. يا سيدي يا سيدي. الناس دايما يعني التجار بتحاول ما تخليش الفلاح يعرف يعرف الحقيقه عشان يقول لك لا ده في البيوت يظبطوه. عرفت بقى؟ العجل ده عامل له فلوس قد ايه حاليا؟ محمد بقول لك العجل ده عامل له فلوس قد ايه كده حاليا؟ ب 37,000 ونص. 37,000 ونص. السعر اللي ماشي كام؟ اهم ما بيصرفش منه تغسل ما بتنزلنيش فيها. اهو يقدر وانا اقدر ما انزلش. وانا اقدر ما انزلش. قول له بكام حقه؟ بكام؟ ب 40,000. طب والعجل ده بالصلاه اللي بعمل كام؟ تعرف بس في اسعار يا من أرجع من أسعار جامد. أنت مانا ما عاوز بقى تعمل لك موال أنت وكرش. ما هو قول قول. أيوة أنت بتاخد شعرة؟ شعرة؟ ربنا يسترها يا جماعة. سوق شبين بالصلاة على النبي بتاريخ 11/5/2023. إزيك يا معلم؟ عامل إيه؟ سنة طيب. معانا بالصلاة على النبي معاه ثلاث تجار. ثلاث تجور عامل يا غالي؟ الثلاث دمك عاملين كام بالصلاة على النبي كده؟ والله ما عارف. واحد مديهم. واحد مديهم لك تمسكهم؟ يعني هنقول الواحد يعمل كام؟ 13 ونص؟ 13 يعني الواحد يعمل له 13,000 ونص؟ الله يرزقك. شارب كام الدكر ده بامر الله؟
41 ونص. خربت الدنيا بالنت. 41 خربت الدنيا. الله مش مصدق انا الموضوع ده. 41 من يا عم؟ بكام والله بجد؟ والله 41 ألف 500 جنيه؟ في انخفاض في اسعار ده ب 41 ألف ونص. وفي اسعار جامده جدا. سوشي بين الكوز. سوشي بين الكوم بتاريخ 11/5/2013. النتادي بكام يا معلم؟ بالصلاة على النبي كده. بكام؟ بكام يا معلم النتادي؟ بكام بالصلاة على النبي؟ 16700 يا اخي. 16700 والنتادي؟ والاثنين ضمتهم مع بعضهم. الاثنين ضمتهم مع بعض؟ بكام؟ 16700 و16700. خمستاشر تمنمية. خمستاشر ألف وتلتمية. باربعتاشر ألف ونص. لا إله إلا الله. السلام عليكم. يا هذه عشر وعشرين. بخمستاشر وعشرين. أبدا أحتر جنوية. بلك من الموزة يا خليك. بسوشي بين الكوب. فلوس بقى على 15 و20. رقم تليفونك كام؟ انت من الموزه. هات شنطه احمد كبيره. رقم تليفونك كام؟ 010 611 611 43 كم؟ 43 43 608. موجود في سوق شبين الكوم؟ بتروح منوف؟ ايوه بس من الصلاة على النبي. هتقول لي كليك الله يرزقك ويرزق كل من كان. في السوق شبين الكوم بتاريخ 11/5/2023. شارب كام يا معلم الذكر ده بالصلاة على النبي؟ ب 22. كم والله؟ 21 ونص. الله يرزقك. في السوق شبين الكوم. السلام عليكم يا معلم. شارب كام ده بالصلاة على النبي؟ نعم. شارب كام؟ افصل بقى معيش. باربعة ونص مثلا؟ لا لا يا عم ده بستة. دي بستة؟ الاثنين ب13. الاثنين ب13000. الله يرزقك. أسعار ياما برضه. أسعار ياما ده. ده سنين شغل. ربنا يسترها. سوشي من الكون بتاريخ 11/5/2023. انتوا بتكتفوهم عشان تربطوا أكتر، حطوهم في العربية. حطوهم في العربية. يعني الواحد يعني فوق الس ستة وشوية. ستة وشوية الواحد ده. يا نهار أبيض. ربنا يسترها. الزاموك والله. شارب كام يا معلم؟ شارب كام الذكر ده؟ مع بعض. فين التاني ده؟ يعني بكام يعني ده؟ الاثنين ب 41,000 ازاي بالظبط كده يعني؟ الله يرزقك. سوق شبين الكوم بتاريخ 11/5/2023. شارب كام يا معلم بالصلاة على النبي؟ شارب كام دي؟ 37 ونص. بس انا شايفها يا غالي غالي قوي كده. كده غالي والله. والله بقى بنت اللي بكام؟ طب ودين اللي معاك دي بكام؟ الثانيه دي بكام دي؟ اوعى يا هلا. 11 الاثنين مع بعض كده. الاثنين مع بعض ب 11,000. طب مش معنى دي غاليه كده؟ دي نصيبها كده. مش كل الغنم. مش كل الغنم. مش كل الغنم. ودمك ب 11,000. شاريهم ب 11,000. ودي ب 4,000. الله يرزقك. يعني دي نوع تاني برقي دول ايه؟ ها؟ نوع ايه دي بقى ان شاء الله؟ ايه؟ بس غالية قوي. 7,000 انت تقول عادي. 37,100. 37,100 ونص. ونص مش 7,000. انا سمعتها 7,000 والله. في سوق الشبين بتاريخ 11/5/2023. الله يرزقكم في الاول وفي الاخر يا غالي.